وصلت الملعب الهلال ضد الجزيرة، أنا جاي أتفرج إنجاز العين ما بيتكرر، فنحن جاي نتفرج العيال وياي محمد وسعود. بالتوفيق للفريقين. هاي جول لا الله 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 جول هذه جول لا هاي جول عليهم يلا هلا سواله يا سلام.
يلعب خيشه والله خيشه الله الله يا لعيب الله يا كبير مره ثانيه بعد خيشه خيشه ايوه سكر ريده زين ايوه العب راح سوله ما يعرف ما يعرف لا 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 طير طير لا حكم روح اهدى واحد في الملعب هذا اكيد مبروك كابتن مبروك يلا فالكم بعد الفوز نصف النهائي وتوصلون النهائي وتبيضون وين ان شاء الله ان شاء الله شو رايكم مباراه الهلال والجزيره شو الفائده اذا تاهلوا اي فريق بينجلدون منشلسي وانت شو رايك في المباراه بينجلدون منشلسي مبروك للهلال هارد لك الجزيره المباراه كانت بصراحه بركة محسومة بصراحة الشوط الأول الجزيرة ياب جول عقب خلاص الهلالية استحوذوا ولعبوا فرضوا لعبهم سجلوا الأول والثاني عقب خلاص الجزيرة هي خلاص الهلاليين فرضوا لعبهم ويابوا الثالث والرابع الجزيرة لو سجلوا من الفرصة اللي ضاعت كان بتتغير المباراة بس كل مباراة وظروفها وفرد للجزيرة ومبروك للهلال لحظة بعدني ما قلت شيء العالمية صعبة قوية بشوف المباراة الجاية ضد تشيلسي بشوف إذا الهلال بيوصل نهائي ولا لا بشوف وبعد أقول مرة العالمية صعبة قوية